طيب أتوجه بالسؤال الثاني إلى السيد المترشح علي بن فليس، والسؤال نفسه: إن الممارسات السياسية السابقة أزمت الحياة الحزبية وأحدثت قطيعة مع الشعب مما نجم عنه انتقال العمل السياسي إلى الشارع، كيف تعتزمون تجديد الحياة السياسية في بلادنا؟ أمرين اثنين أفسد الحياة السياسية في بلادنا العزيز. الأمر الأول هو شخصنة الحكم بطريقة لم تعرفها الجزائر منذ استقلالها، وهيمنة هذه الشخصنة على كل الحياة السياسية. والأمر الثاني والذي لا يقل أهمية هو المال الفاسد والذي أفسد الحياة السياسية. إذن فصل السلطات، كل مجتمع يفرز قوى سياسية، قوى اجتماعية، قوى دينية، قوى ثقافية، لابد أن ننظم القوى السياسية بما يتطلب هذا الأمر من جدية وصلاحية، وننظم كذلك كل القوى الأخرى التي تشتغل في حقل المجتمع المدني. القوى السياسية، قانون الأحزاب ضرورة أولية، قانون الانتخابات ضرورة ثانية، والعمل السياسي ليكون ناجعا وليكون نقيا من المال الفاسد لابد من تنظيم هذه القضية نتاع المال وعلاقته بالسياسة. قانونين اثنين، قانون الأحزاب يتكلم على يعني لو فينانسمون بالنسبة للأحزاب، ويتكلم كذلك قانون الانتخابات على المال وعلاقته بالسياسة. كل ما يتعلق بالمال والسياسة لابد أن يجمع في قانون واحد حتى نضبط ونفصل بين الحياة السياسية وبين القضية نتاع المال. إذن في الأخير نقول باللي العمل السياسي ليكون نقيا لابد من بناء دولة المؤسسات، كل مؤسسات ما تخرج من صلاحية نتاعها، وهكذا تصلح الأمور.